قال الحبيب صلى الله عليه وسلم إن الله يطلع إلى خلقه ليلة النصف من شعبان. يا أيها الحبيب، يا أيها الحبيب، اسمع إلى هذا الحديث. يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر الله لجميع خلقه إلا لمشرك ومشاح. أما مشرك فعرفناها، وأما مشاح فما أكثرها في زماننا، فما أكثرها في زماننا، وما أكثر القصص التي نسمعها في زماننا. فإنني أبعث رسالة في ليلة النصف من شعبان، وفي شعبان الذي يطلع فيه الله سبحانه وتعالى إلى جميع خلقه، أقول من كانت بينه وبين أخيه شحناء سيغفر الله، سيغفر الله لجميع خلقه إلا لمشرك، ولك ولأخوك لن يغفر الله لك ولأخوك. هذه الدنيا قصيرة يا أحباب، والله إن هذه الدنيا قصيرة، فما بال الصاحب لا يكلم صاحبه، وما بال القريب يبغض قريبه، وما بال الجار يؤذي جاره، وما بال الناس تؤذي بعضها البعض. والله كل هذا لن يفيد. وأنت ترى أمك، أمك التي بينك وبينها شحناء، والله قبلة الوداع لن تجدي، والله قبل الوداع على جباه الراحلين والذين رحلوا إلى الله والله لن تجدي. ستعتذر، ستضع قبلة اعتذار على رأس ميت أنت آذيته، لن تنفع قبلة الاعتذار. من كان يشاهد هذا الكلام ويسمع هذا الكلام، يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك ومشاح. فبالله عليك، سألتك بالله، إذا كان بينك وبين أخيك شحناء الآن، فلتتصافى الأرواح الآن، فلتتصافى القلوب. أخوك الذي لك سنوات ما عرفته، ما كلمته، أيرضيك هكذا؟ والله لن تعرف قيمة الناس إلا إذا رحل. نحن مشكلتنا، مصيبتنا، أننا لا نعرف قيمة بعضنا البعض إلا إذا رحل أحبابنا. قلنا يا ليت تصافينا، قلنا يا ليت ودعنا بعضنا بالحب، لا يا ليتني سامحته، يا ليته سامحني قبل الرحيل. فيا عباد الله، البدار البدار، والله الدنيا لا تستحق أن تحزن، الدنيا لا تستحق أن يكون جارك بجوارك ولا تكلمه، الدنيا لا تستحق أن تكون أمك بعيدة عنها وأنت عند زوجتك لا تعرفها إلا كل 3 أشهر أو 4 أشهر تزورها مرة. الدنيا والله قصيرة، لا تستحق لصاحبك الذي من أجل سيارة أو تجارة أو عمارة أنت لليوم لا تكلمه، الدنيا لا تستحق. كلنا سنرحل، كلنا مغادرون، كلنا سنرحل إلى الله، فسامحوا بعضكم البعض ولتتصافى القلوب. وخيرهم من يبدأ بالسلام، ليس عيبا، ابدأ بالسلام، لأنه مصيبة أن تبدأ بختم القرآن وأن تبدأ بقيام الليل وأنت لليوم لا تكلم صاحبك. أعظم ما نستقبل به رمضان هو أن نصفي قلوبنا كما قال الصحابة،
يقول أحدهم والله ما كان الواحد منا يجرؤ أن يستقبل رمضان وفي قلبه غل على أخيه المسلم. فصفوا قلوبكم قبل الرحيل، كلنا مغادرون وكلنا راحلون وكلنا سنقف أمام الله ولا ندري، لا ندري الآن أنت من لا تكلمه ربما تستقبل معه رمضان، لكن العام المقبل ربما أنت تواري التراب وهو قائم، وربما هو يواري التراب وأنت قائم، فلن يعود لك لتعتذر ولن ينفع الاعتذار. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله. هكذا يمضي العمر، فدنيانا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى بنا إلى يوم الحساب. نحن أمام وقفات، الوقفة الأولى كم من الناس بالله عليكم أين هم الآن؟ ألم يرحلوا إلى الله؟ ألم يسافروا إلى الله؟ والله إن من الناس من كانوا الآن وقبل أيام عاشوا معنا، بالله عليكم أين هم الآن؟ فهذه رسالة، أنه لا أدري ولا تدري، فهل صدقنا مع الله؟ هل عهدنا الله عهدا وثيقا أن نعود إلى الله، أن نصطلح مع الله؟ إلا بأن نرجع إلى الله رجعة المحب، عودة المشتاق.